شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيسة وزراء الدنمارك ميثا فريدريكسون التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك. وبموجب التعديل الذي تم التوقيع عليه يتم العمل بالاتفاقية لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وذلك بهدف إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يوليو من عام 2020، وتغطي التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة.